دابا عندنا الماء يسخن، درنا فيه شويه البزار، شويه الزيت، شويه الزيت الروميه، شويه الملح، وعندنا القمح اللي هو هربل هربل مرطب عندنا شي ساعة ولا ساعة ونص قبل. بغات ديري في كوكو ملي يطيب نزولو الماء، ايه نصفي عليه الماء اللي طافي. هربل قمح عندنا مرطب ساعة ولا ساعة ونص أو حتى ساعتين ماشي مشكل، مرطب درنا في الماء في الكوكوط يطيب مع الماء الملحة شوية الزيت شوية البزار نخليه يطيب صافي. لا يطيب نضيف عليه الحليب بالمطب هربل على هذا الشكل، غنضيفو ليه الحليب نخليهم يغلي من بعد نغرفو ونشوفو الشكل النهائي ديالو. دابا من بعد ما طفينا الهربل ديالنا طبخ كنغرفو على هذا الشكل، هو جد صحي مزيان لينا خصوصا الا كنا صايمين، هو مغذي صحي كيجي رائع. دا القمح بالحليب كنحسو بالحبه ديال القمح. دابا ما عليا ما نقول لكم بالصحه والراحه وشهية طيبه، وإذا كان عجبكم الفيديو ديالي فأنا كندعوكم بأنكم تدخلوا للشانيل اللي هي تحت الفيديو ماروكان كوكينغ، ما تبخلوش علينا التعليقات ديالكم. صحة وراحة، شاية طيبة، بون أبيتي.